قبلي في طلاب كثير حكوا لي إنه إحنا سألنا أصدقائنا بيشتغلوا أو أبائنا أو أقاربنا أو أعمامنا أو أخواننا أو شخص بحثنا عنه أو زرنا شركة أو اتصلنا بشركة على الموبايل وسألناهم شو اللي صار معكم في أزمة كورونا، كيف تصرفتوا بالنسبة للموظفين، بالنسبة للريكروتمنت، بالنسبة للسيلكشن، بالنسبة للريتينشن، بالنسبة للترينينج، كيف تغير عندكم طريقة الترينينج، كيف تغير طريقة مثلا الأجور عندكم، كيف تعاملتوا مع الأجور والناس رضيت أو زعلت، أو يعني إشي من الواقع وتربطوا في الـ human resource aspects اللي حكينا عنهم من بداية الفصل عن الـ performance عن أي شيء. طيب إذن قدامكم chapter 12 اللي برضو ما راح نحكي عنه كثير، قبل شوي حكينا الـ intrinsic motivation والـ extrinsic motivation، برضو chapter 11 و 12 بيصبوا في نفس الكلام، كل اثنين بيحكوا عن إيش، بيحكوا عن الـ pay وما payment. فنشوف الشابتر هذا فيه شيء نركز عليه، money and motivation، في عندنا مدارس إدارية من 1900 تكلمت عن الموضوع، منهم scientific management by Frederick Taylor، أوكي تكلموا عن موضوع الموني والموتيفيشن، وفي كثير نظريات قلنا إنه الموني is important for motivation، لكن النظريات المعاصرة بتقول لك الموني is important but there is something more important which is the intrinsic motivation. اوكي دكتور تفضلي. لو سمحت بس انه بدي اعلق على الموتيفيشن والموني، يعني في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على سيدنا محمد بيحكي في اذا احد يعني ازدي اليكم معروفا فكافئوه وإذا لم تقدروا فقولوا له شكرا. فهون كأنه الرسول عليه الصلاة والسلام بيحكي لنا إنه في نوعين من المكافأة واللي بيأثروا بصبوا على الموتيفيشن على الدافعية، فكافئوه يعني إذا أحد أزدى إلينا معروف يعني فإحنا كشركة لازم نكافئه عن طريق المصاري يعني الموني الكاش. صحيح صحيح. هي إذا هي لم نقدر هون دكتور الجانب المعنوي الرسول عليه الصلاة والسلام بيحكي فكافئوه فقولوا له شكرا، يعني حتى انه الكلمة الطيبة لها تأثير كبير على دافعية الموظف في الشركة وهذا راح يحسن أداؤه كثير يعني. وهذا جانب الانترنسيك صح؟ اها يعني هون انا دكتور عقبت عليها قبل ما تفصل انه داخلية وخارجية، فكانت عن جد على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. صحيح نعم 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 صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في الموتيفيشن وفي هاي الأمور هو سيد الخلق طبعا، وهو يعني يوحى إليه. فيا ألا الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه عربي أو جاءه صحابي ورأى يده وقد تشققت، أكيد بتعرفي ماذا قال له أو ربما بتعرفي شو قال له، شو قال له؟ أعتقد دكتور إنه الرسول عليه الصلاة والسلام حكى إنه بارك ربنا في الإيد اللي بتعمل يعني وإنه أعطي الأجير أجره. بالضبط بالضبط. لا النقطة الأولى يعني الرسول مسك يده وقبلها يقال، وفي رواية أخرى أنه قال هذه يد يحبها الله ورسوله، هذه يد يحبها الله ورسوله. هذا الرجل بالنسبة له كانت هذه الكلمة كأنه نزل عليه كنز من السماء، لأنه قال له هذه يد يعني لو واحد شاف إيده مننا روح يا زلمة غسل إيديك، روح حط كريمات، حط كذا على إيديك، زبط إيديك، شو إيديك مسطحات من الشغل وكذا وكذا، هيك راح نقول له ولا لا؟ بس الرسول قال له لا، هذه يد يحبها الله ورسوله. ليش؟ حتى يعطي درس للمؤمنين وللناس كلها إنه العمل ما في أحسن من اليد التي تكسب قوت يومها بعرق جبينها وبكد يدها، اليد التي تكسب بالفعل وبالعمل وبالتعب. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال أيضا؟ قال لو قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة أي نبتة، الساعة قائمة فليزرعها فليغرسها. أوكي؟ لو قامت الساعة أي يوم القيامة
وبيد أحدكم فسيلة فليزرعها، أي نبتة فليزرعها. هذه ماذا هذه الرسالة تقول؟ تقول بأنه أنت توكل على الله، وما تقول بدي أموت وبكرة مش عارف شو وكذا، اعمل كأنك تعيش أبدا، لدنياك كأنك تعيش أبدا، وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لذلك it's very important the recognition. Recognition هي تيجي لو إجا عندك الموظف وعامل إشي كويس وحطيت إيدك على كتفه ورتبت على كتفه مرتين ثلاث، الله يعطيك العافية صديقي، very good work, this is wonderful, thank you for this, how did you do this, والله maybe I couldn't do this, you did very good job. هاي لحالها بتعطي الموظف نوع من الموتيفيشن بشكل كبير جدا. وانا بحكي لنا incentive pay terminology, pay for performance, variable pay, profit sharing. هذول بدي اياك تعرفوهن، بس تعرف بشكل مختصر بانه the payment could be and should be for performance. Don't pay for nothing, because if you pay for nothing, you get nothing. If you pay for performance, you get performance. Okay? Maybe indirectly or directly. Second, variable pay. لا تدفع بشكل consistent. كيف consistent؟ زي ابنك مثلا، إذا كل ما راح ساعدك بشغل بتدفع له بشكل ثابت، شوف يصير؟ يصير في هناك علاقة طردية بين الدفع، هالعشر قروش أو الدينار اللي بتدفع له إياه، والمساعدة التي يقدمها لك. بمعنى أوضح، كل لا يقوم بتقديم هذا الطفل، لا يقوم بهذه الحركة بتقديم المساعدة لك لأبيه أو لأمه، أو يقوم بدراسة واجباته أو القيام بما هو مطلوب منه، إلا إذا دفعت له ذلك الرقم المحدد. إذا صار في عندنا fixed pay. عكس fixed pay variable pay. Variable pay يعني أن تدفع بطريقة غير ثابتة ومتغيرة. ليش؟ حتى ما يرتبط ذهنه وعقله بأنه إذا دفعت له بيشتغل، إذا ما دفعت له ما بيشتغل، إذا دفعت له وأكرمته بيجي بعمل واجباته، إذا دفعت له بيقوم عن البلاي ستيشن وبينزل بيعيش مع الحياة الاجتماعية في البيت، إذا ما دفعت له بيظلوا على البلاي ستيشن. إذا فهنا ما بشيلش بقومش على البلاي ستيشن إلا إذا دفعت له الولد. أنا عندي ابني إذا ما دفعت له ما بيقوم على البلاي ستيشن. تعال يا ولد بدي أعطيك 10 قروش بس تعال اترك البلاي ستيشن شوية وشوف لك شغلة ثانية اشتغلها. فلذلك مشكلة هاي بتشكل بالنسبة لنا. نفس الشيء في العمل، don't link exactly the pay with work. أنا بحكي عن الفاريبل pay هنا بالنسبة للمكافآت الإضافية، ما بحكي عن الراتب الأساسي. الراتب الأساسي ثابت، بحكي عن مثلا حوافز معنوية، حوافز مادية معينة، زيادة، بونص، إلى آخره. Profit sharing اللي هو مين بحكي لي عنها؟ أنا ثابت. سعيد. دكتور تفضل. ايش profit sharing يعني؟ ما profit sharing. طيب غير اي حد بيعرفها؟ مش شرط سعيد. anybody؟ جنى؟ جنى هيا جنى. نشوف شو حكى مهند. نشوف مهند بالأول لو سمحتي لي. لحظة شوية معلش تحملوني. مهند بقول لك مشاركة الأرباح يعني يكون بحال حقق هذا الرقم مثل موضوع
موظفين المبيعات، يعني مشاركة في الأرباح، نعم، نسبة من الأرباح يأخذها الموظف. مضبوط. إذن هي عبارة عن نسبة من الأرباح. محمد العسل نفس الشيء. دكتور تفضل. بقدر أحكي مثلا مشاركة الأرباح هي بشكل عام هي خطة تجارية بتقوم فيها الشركة، بتقدم عوائد للموظفين بشكل مباشر غير مباشر، طبعا بتكون هي بتبعن لأرباح مؤسسة كلية بالإضافة لراتب الموظف الأساسي. يعني هي مثلا أنت على سبيل المثال شركة ربحت 100,000 السنة هاي، شركة صغيرة مش كبيرة، يعني شركة ربحت 100,000، تيجي تأخذ مثلا 10,000 دينار من الأرباح، أوكي، وبتوزعها على الموظفين، هذا غير عن راتبهم الأساسي، أوكي. إذن هي شاركتك في الربح، شو الهدف من ذلك؟ بصير أنت تشتغل على أساس أنه الأداء تبعك يصب في زيادة هاي الربحية، لعلمك بأنه إذا زادت أرباح الشركة فإن ذلك سينعكس على جيبتك، يعني they will share you the profit. So the organization will establish a system, a well-known system, announced system, and approach that you know about it, that the company, if the company profit is beyond certain limit, like more than 100,000 JDs, Jordanian dinars, if it is like 150, the 50,000, because they got more than 100 عادي، يعني عادي المية 100,000 عادي، بس لأنها جابت السنة 150,000. If the organization get more than 100,000 JDs, the organization will share the plus, the excess, زيادة, with the employees. Okay, with the employee. For example, in at the universities, the universities now they share the parallel system, الموازي طلاب الموازي اللي بيدفعوا، ورغم إن لي question mark على هذا الشيء، لكن اللي بيدفعوا الموازي احنا كأساتذة بناخذ جزء من رواتب من الموازي، وهذا يعتبر نوع من المشاركة في الربح إذا جاز التعبير. اوكي، لينكينج استراتيجي بيرفورمانس اند انسنتيف باي، دائما شغلتك بدها تكون انه تربط بين الأداء والانسنتيف والاستراتيجية، لازم نعكسهم، يعني انسنتيف باي شود ليد تو بيرفورمانس، هاي هون بالعكس، performance should lead to strategy. يعني we have to achieve our strategy by improving the performance and the performance by improving the incentive pay. we cannot cover these topics because these topics are very, every one of these topics will take lecture or but in general, we say that there are so many theories about motivation, okay? But there are traditional theories of motivation like this one and the new theories of motivation nowadays. But the most important thing about motivation is to motivate people through intrinsic motivation and extrinsic motivation, money and recognition, money and non-monetary incentives, حوافز مادية وحوافز معنوية مع بعضهم، مع بعضهم ليش لا، لكن حوافز المادية يجب أن تكون وسيلة وأن تكون القاعدة وأن تكون الأساس، حوافز المعنوية يجب أن تكون هي لشراء الكوميتمنت والليوليتي والكواليتي اوف وورك،
حوافز المادية والرواتب يجب أن تكون وسيلة لغاية. أوكي؟ حوافز المادة المعنوية يجب أن تكون تؤدي إلى عملية الانوفيشن والكرياتيفيتي والكواليتي اوف ورك. دائما الحوافز المادية يقول الموظف لسان حال الموظف يقول بأنه I will do what you want me to do and full stop. الحوافز المعنوية يقول لسان حال الموظف إذا أخذ حوافز معنوية صادقة وجيدة وكافية ويستحقها لسان حاله يقول I will do what you want me to do, my manager, my beloved manager, I will do what you asked me to do and more. More تفتح قوسين فيها بعد more وبتقول more of quality not quantity. إذن في فرق كبير. لا تنسوا هاي النقطة. ارجعوا للشريط الفيديو واسمعوها مني مرات حتى تبصموها بصم بصم. إنه أنت لما بتعطي حوافز مادية ما بتهت على الموظف، بتعطيه البيسكس اللي مشان to survive. أوكي؟ متى أنت بتعطيه شيء آخر كويس؟ لما بتعطيه أكثر من الحوافز المادية المعنوية. المعنوية يعني أنا بكيف عن الجامعة لو تعطيني مثلا قول لي تشوف بدنا نعمل لك مشال لأنك أنت في هذا الاتجاه نعمل لك مركز ونزودك في resources to create bridge between the academia and the society. نعمل مركز التواصل الاجتماعي بين اليرموك والمجتمع المحلي. هذا المركز أنا ببحث عنه من زمان. أوكي. لا بعطيني فلوس ولا إيش، بس أنا في هذا المركز بلبي حاجة عندي لتنمية الجامعة وربطها مع المجتمع المحلي، مع مدينة الحسن الصناعية، مع البلدية، مع المحافظة، مع الجانب الاجتماعي، مع وزارة الشباب، مع الشباب، مع الرياضة، مع المؤسسات الخارجية حتى نربطهم مع الجامعة. فلذلك في هذا الشيء لما الجامعة أو المؤسسة تبحث عن ما هي اهتمامات الموظفين وتحاول تعززها وتحقق لهم أو توفر لهم ما. طبيب متميز كان عندنا هنا اسمه محمد أو أحمد العمري، في تخرج من أحد الجامعات الأردنية، لم يجد البيئة والريسورسز والأجهزة والأدوات والمختبرات الطبية التي يمكن أن يستطيع أن يقوم بها بأبحاثه والطبية وبإنتاجه الطبي. أين ذهب؟ إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أكبر مكافأة عنده عندما يلتف حوله الأطباء، وقد رأيته في قناة الجزيرة، يلتف حوله الأطباء الأمريكان وبكل أذان صاغية يصغون إلى اقتراحاته وإبداعاته وأفكاره الخلاقة في مجال الطبي. أوكي، في مجال الطب كل يوم عنده اختراع واكتشاف في المجال الطبي. هذا الشخص ممكن الراتب لو تقول له والله عشان هيك أنا بدي أعطيك آخر شهر بدي أعطيك 20 ليرة زيادة، شو بسوي فيه أنت؟ كأنك بالمصاري هاي كأنك بتوبخه. بس لما تقول له بدنا نشتري جهاز جديد ب100,000 دينار مشان تطبق النظرية تبعتك أو الاختراع تبعك أو تعمل extension للفكرة تبعتك، أوكي، فهنا إيش أنت كأنك أعطيته يعني شيء عظيم جدا، بس ما حط شيء بجيبته، هو ما حط شيء بجيبته، جزء حط شوية بس مش الهدف المصاري، هدفه إنه حقق شيء، حقق ذاته. زي ما أخذته في ماسلو هيراركي، وأنا كل هاي النظريات موجودة بس ماسلو يمكن حكينا عنها سابقا. ماسلو هيراركي إيش بي 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 وين الإنسان الانترنسيك بتكون اللي هو الجوهري، توب اللي هو في الريكوجنيشن السوشيال ريكوجنيشن الأشياء. أوكي، هنا الإنسان بيحقق ذاته اللي هو عندما
يبدع ويحقق ويتوصل إلى إنجاز معين أو فكرة معينة من خلال الخبرات التراكمية اللي صارت عنده والإكسبرتيز اللي صار عنده وتوصله لأعلى درجات المعرفة. فبقول لك أنا متفجر عندي الطاقات، بس إذا أنت كبت هذه الطاقات ولم تستكشفها أو تستخدمها أنت قتلته. أنت قتلته زي الشاعر اللي مثلا بيكون عنده قدرات في الشعر عظيمة جدا جدا ويحبس أو يقمع أو يقطع لسانه يتفجر، لأنه هذه طاقة عظيمة جدا عند الإنسان، طاقة الإبداع، طاقة الاستكشاف، طاقة كذا. فبالتالي البيمنت لحالها ما بتكفي، البيمنت بتكفي لا زي واحد مثلا، بدي أقول لك زي واحد مثلا زي سيارة، زي سيارة بالضبط. السيارة بتحط فيها بنزين، بتحط فيها بتجيب تعبيها بنزين وتحط فيها مثلا 30 دينار زي البنزين، فللتها اوكي، فللت السيارة، بس بدك تروح انت على العقبة، على العقبة مثلا بدك تروح، بس توصل مثلا على الطريق العقبة او تصل عند القطرانة ما بتشوف السيارة خلصت، خلص البنزين فيها صح؟ تقدر تكمل؟ ما بتقدر تكمل. ليش؟ لانه خلص الوقود، بدك تحط مرة ثانية تصف على المحطة عند المنطقة هاي على الطريق، تصف على محطة ثانية وتعبي بنزين مشان ضل تمشي، تمشي لك كمان 150 كيلو 200 كيلو بتوقف. كل ما خلص البنزين، كل ما خلص البيمنت، كل ما خلص الأجور بتوقف، بدي كمان بدي. فأنا مثلا كدكتور في الجامعة إذا ما أعطيتني راتب آخر الشهر ممكن أصبر عليك شهر ثاني، كمان شهر ثالث، شهر رابع بجوز إنه ما داومش، الخامس خلاص بقول لك مع السلامة، ببلش أدور على شغل ثاني، متحمل. ليش؟ لأنه خلص الوقود، فالطاقة بتنتهي، أوكي؟ لكن الوقود المعنوي يبقى، الوقود المعنوي يبقى، بس إيش بده؟ بده يكون في تكامل بين الوقود المعنوي والمادي. يعني أنا الرواتب بالنسبة لي أمر مش لازم أقلق فيه، يعني it's something is for granted, something is given, something that you should not worry about. Why? Because it is for your survival needs. Okay, but you have to be worried about the other needs like self-esteem and self-actualization inside the organization. يعني خلاصة القول بأنه الأمور المادية في ناس كثير 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 في المجتمع بجوز عندنا وفي المؤسسات عايشين على الاكسترنسك بيمنت، على الرواتب والأجور، أوكي عادي عادي، يعني بصير هذا الحكي. بس إذا بدك أنت من الموظف quality of work، بدك يفكر معك، بدك اكسترا افورت منه، بدك انتاج مميز، بدك ابداع، بدك يقعد ويخطط خارج وقت العمل معك ويفكر في امور المؤسسة بشكل معنوي بشكل جوهري، ما بكفي الحوافز المادية. الحوافز المادية زي البنزين تبع السيارة، زي الوقود تبع السيارة، وقت ما خلصت بخلص الحركة، بتوقف السيارة، لكن الحوافز المعنوية تبقى continuous. Okay, it does not stop. دائما أنت ممكن تستمر فيها ويظل الإنسان مستمر فيها. ذا كثير من الوقت الحاضر بركز على هاي الأشياء، لأنه we need both. We need both money, but we have to make sure that money is for normal thing. More than money is for abnormal thing. يعني في عندنا normal side وفي abnormal side. في normal side في extraordinary side. Money
is for normal side. ممكن إنه الماني يخلي الواحد يشتغل زيادة لفترة معينة بس على المدى الطويل. أنا بحكي على المدى الطويل. على المدى الطويل money is for normal aspect, normal side, normal motivation. For extraordinary, غير العادة فوق العادة, or for abnormal motivation, بدك أشياء معنوية, بدك حوافز معنوية. أوكي, لذلك زي ما ذكرتكو المقولة اللي دائما 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 بستخدمها اللي هي الـ extrinsic. إذا بتعطي الموظف حوافز مادية قد ما تعطيه رواتب, إن شاء الله بتعطيه مليون دينار بس على المدى الطويل, أنا بحكي على المدى الطويل, لسان حاله ماذا يقول مرة ثانية, I do what you want me to do full stop. Quantity, بالquantity, برقميا كميا. الثانية, لاحظ الفرق الشاسع بيناتهم, إذا في حوافز معنوية, في recognition, في مكافآت معنوية, في الله يعطيكم العافية شباب, يلا نشتغل مع بعض, team work, أنجزنا, كيف المباريات الرياضية, الحوافز المعنوية اللي بيحصلوا عليها لما يحققوا هدف, أوكي, بتلاقيهم بيعبطوا بعضهم, بيعانقوا بعضهم, بدهم يعني يتفجروا من الـ من الـ من الطاقة الإيجابية اللي بتحصل عنده لما بيخش جول, خاصة في المباريات الأخيرة مثلا بتلاحظ بأنه اللاعبين شو, وخاصة لما يكون الجول قوي مميز, وفي بيعملوا مرات تصنيف للجوال, ولك هذا جول رقم واحد السنة أو في الفترة الفلانية أو في الدوري كذا. فلذلك بتلاقي أنه الموظف لسان حاله يقول I do what you want me to do and more internally from me more, okay, not full stop, مش نقطة, more in terms of quality, innovation, different, outside the box. هذا اللي بصير عندنا. طبعا مش كل المؤسسات, لا تفهموني غلط, مو كل المؤسسات, في مؤسسات تعيش فقط على على الحوافز المادية فقط, وعاش ومزطة أمورها وكويس وكل شيء تمام, بس إيش, ما أتوقع أن يكون في innovation, ولا أتوقع أن يكون في creativity, ولا أتوقع أن يكون في high quality of work, بس الأمور ماشي, ممكن ماشي بالرقابة, ماشي بالتشدد, ماشي بالسلطة, ماشي مش ماشي internally, commitment level is not that much, okay. فهذا بيت القصيد. فمشاركة الأرباح بيقول لنا علي مرة ثانية دائما مشارك معنا, مشاركة الأرباح يعني يكون الثاني الحوافز المعنوية لها تأثير أكبر بالنفس, وبتحسسني بأهميتي بالمؤسسة صح أو الشركة اللي بعمل فيها. وفي شركات أفلست وما قدرت تدفع الموظفين بفترة معينة ومع هيك موظفيها ما تركوها, لأنه التأثير ظل فيهم وعملوا بجهودهم على أمل ترجع الشركة مثل ما كانت وترجع توقف على رجليها. وبالتالي هذا شغل المؤسسات الناجحة. الله يعطيك العافية علي. أي مشاركة أخرى في نهاية هذا اللقاء؟ يعني مرة ثانية التسجيل هو المرجع تبعنا, أنا يعني لما بدي أحط أسئلة مش الفاينل برجع المسجل على الفيديو. أوكي, أني question يا شباب, أمامي 4-1 مش قليلين أنتو. عبادة تفضل. بس ما تنسى دكتور ترفع لنا الشابتر على الإيلرنينج. طيب بس تذكروا أنك ما تقرأ كل شيء فيها, بس الأشياء اللي حكينا عنها خفيف أكيد لطيف أكيد يعني دكتور. طيب هاي بدي أحط ملاحظة هنا شابتر 11 و 12 12 موجود دكتور, 12 بس 11 مش موجود. خلاص بحط شابتر موجود شابتر 10. طيب موجود برضو شابتر 10. يعني بدك اياهم احطهم سلايدات والفيديو هذا اللي احنا زوم. بالضبط دكتور. اوكي تفضل يا تالا. يعطيك العافيه دكتور. الله فيك. شو الشابترز اللي داخلين بالفاينل كلهم صح؟ كل اللي غطيناه, لانه احنا يعني الشابترز بتعرفي هذول الشابترين بجوز صفحتين يعني. كلهم, كل اللي كومبريهنسيف عاده للفاينل. اوكي تالا.
أوكي شكرا دكتور. الله يعطيك العافية. طيب أنا سعيد جدا بلقائي فيكم في هذا الفصل، وبتمنى لكم إن شاء الله كل توفيق ونجاح في، وبعتقد بأنه الأونلاين ليرنينج هو يعني يجب أنه نحترمه ونتعامل معه في ظل هاي الكرايسيس بإيجابية وليس بسلبية. يعني في ملاحظات للأساتذة وملائي بقول لك الطلاب وأنا كمان معهم بيستغلوا الإيليرنينج الأونلاين سيستم، إنه والله الدكتور مش شايفني، الدكتور مش فيس تو فيس، بقدر أغيب، أمر الدفاع بسمح لي، من هذا الكلام. زي ما ذكرت قبل شوية شباب، يجب نكون إحنا دافعيتنا للتعلم هي دافعية داخلية، دافعية داخلية. أنت مش لازم حد يجبرك تتعلم، لازم تطلع من عندك أنت من داخلك قضية التعلم. تفضل يا رهف. يعطيك العافية دكتور. الله فيك يا علينا دكتور. يعني هلأ كل شيء أخذناه بالمد والكويزات داخل كمان معنا الكويزات؟ التواتر اللي كنا ناخد عليهم الكويزات والتواتر اللي أخذنا فيهم. طبعا أكيد أكيد ارجع للكويزات كمان. العلامة الثانية ما تحت نزلها والله بشتغل على ال، هو هلا بشتغل على ال شو اسمه على الهوم ورك تبعك وعلى المشاركة. في واحد يقول لي أنت بتحط علامات على المشاركة وعلى، طبعا المشاركة مهمة يعني جدا، يعني كثير منكم كان يشارك وكثير ما كانش يشارك. يعني اللي بيشارك يعني شو أسوي فيه؟ واحد كل شوي بيشارك يعني شو أعمل له؟ أقول له لا تشاركش؟ لا، بده دعم، اللي بيشارك بده دعم، لكل مجتهد نصيب. طيب any other questions؟ طيب لا تنسوا الامتحان الأسبوع الجاي الساعة 6:30 أعتقد لستة. أجاكوا الجدول صح؟ أجانا دكتور. طيب تكونوا جاهزين للامتحان، وأنا قاعد بشتغل على الهومورك تبعك وعلى المشاركات عشان أحط لكم العلامة اللي بتستحقوها إن شاء الله وزيادة شوي. أوكي؟ الله يسعدك دكتور. إن شاء الله. زعلان زعلان كثير كثير من الناس اللي كانوا يغيبوا كثير. أنا كثير زعلان. الناس اللي كانوا يغيبوا يعني أنا شو ذنبي يعني؟ ليش مش حرام عليكم إنه شعبه فيها 80 طالب ما يحضر إلا 60 طالب مرات و50 مرات، وهلا قدامي وقدامكم 33. هذا يعني بدل الجهد اللي إحنا بنبذله هيك تسووا فينا ما تحضروا؟ مش حرام عليكم؟ وهذا يعني الكنت أنت يعني نفسك، ما أنت قاعد في الدار، ما أنت ولا شغلة ولا عملة، حط هالجهاز واسمع. ما بصير هذا الحكي. وفي ناس حتى بكثير بتشيك عليهم بتلاقيهم فاتحين الجهاز وراحين، فاتحين الموبايل وحاط راسه نايم أو كذا أو مش موجود أو مش كذا. فيعني ما بصير هذا الشيء. هذه أمانة، العلم أمانة، يفترض أنك أنت تحافظ على نفسك. هذا يعني إلك. يعني هذيك اليوم صديقي اللي بيقول لي كنا بجامعة حلب ندرس زمان، كبير هو في السن، بيقول لي كان القاعة فيها 1500 طالب، شو بده يأخذ المدرج؟ مدرج ضخم بيدرسوا قانون، القاعة فيها 1500 طالب. قال الطلاب إذا ما حضروا يعني الكل بيحضر، الكل بيحضر. بيقول لك أنا بدي أحضر مشان أستفيد. نظام سنوي كان. تفضل يا علي مهند. علي مهند بيقول لنا إنه الله يعطيك العافية دكتور ما قصرت معنا أبدا دكتور. ممكن سؤال الفاينل كم سؤال راح يكون تقريبا؟ والله لحد الآن ما بعرف. أسئلة الفاينل ممكن تكون 50 سؤال، 50-60 سؤال، تختار منهم دكتور. دكتور كله ملتيبل تشويس ولا في إساي؟ احتمال يكون في سؤال إساي احتمال، بس مبدئيا ملتيبل تشويس الا اذا خبرتكم اذروايز. اوكي انا يعني للناس اللي كانوا يحضروا، كان رغم كل هاي الاشياء اللي بحكيها انا يعني كنت مبسوط من مشاركات اللي كانوا يشاركوا، كان مشاركاتهم طيبة كثير بدون ذكر اسماء. وانا كنت اودي ملاحظات لل طبعا، فالمشاركة مهمة
والمشاركة ممكن تكون بشكلين، يعني مشاركة مش بس أنك أنت تنتبه، هذه مشاركة تنتبه وتكون مهتم، هذه بالنسبة لي مشاركة. لذلك اللي كان ولا مرة يغيب ولا مرة غاب هذا يعني جيد، ولا مرة أوكي. يعني في ناس ولا، أنا بشيك طبعا على الزوم الريكوردينج على ريبورت، في ريبورت بيبين لي كل صغيرة وكبيرة، كل لحظة ثانية غبتها ثانية طلعت من السيستم رجعت على السيستم رحت من السيستم بيني. فبستغرب ناس ما كان يعني مرات واحد يصير عنده ظرف بس ولا ظرف ولا شيء ما شاء الله عليهم، ولا غاب ولا محاضرة أوكي، ولا محاضرة غابوا، هذول بتحترمهم بتقدرهم. الناس اللي غاب محاضرة محاضرتين مش مشكلة، عنده ظرف ثلاثة أربعة، في واحد عنده سبب عنده مشكلة أبوه توفى كذا أوكي مقدر، بس أنت تغيب ولا محاضرة تحضر من مرة تقريبا أو كثير المحاضرات تغيبها مرة أو مرة لا، يعني on and off، مرة بيحضر ومرة ما بيحضر. ولا في بعض الناس بتلاقي له 8 دقائق حاضر وبقول لك النت خرب، طيب 8 دقائق المرة هاي والمرة بعدها 8 دقائق، والمرة كل محاضرة بيحضر لي 8 دقائق أو